برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينر رئيس مجلس النواب، يشارك وفد الشعب البرلمانية في أعمال المؤتمر 29 للاتحاد البرلماني العربي تحت شعار القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، حيث تعقد أعمال المؤتمر في العاصمة الأردنية عمان خلال يومي 3 و4 من مارس المقبل لبحث ميثاق الاتحاد ونظامه الداخلي وموضوع مكافحة الإرهاب وقانون المرأة والطفل، وللحديث حول مشاركة الوفد معنا عبر الهاتف السيدة فاطمة عباس سعادة النائب. بعد التحية، هل لك أن تحدثينا أكثر عن جدول أعمال المؤتمر وأهم الأجندات الموجودة على هامش هذا المؤتمر؟ السلام عليكم. حقيقة المؤتمر سيبحث على مدى يومين الأوضاع العربية الراهنة، ومن بينها تطورات القضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب ودعم الأمن والاستقرار، إلى جانب موضوعات تتعلق طبعا بالمرأة والطفل. نعم. كما سيعقد رؤساء البرلمانات والمجالس العربية لقاء تشاوريا قبيل انعقاد الجلسة العامة للمؤتمر، إضافة إلى اجتماع اللجان الدائمة في الاتحاد البرلماني العربي اللي هما لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، لجنة شؤون المرأة والطفل، ولجنة الشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية، بالإضافة إلى اجتماع اللجان التنفيذية واللجان القانونية. نعم سعادة النائب، سيتم في هذه الاجتماعات عرض ومناقشة واعتمادات توصياتها خلال الجلسة الختامية للمؤتمر. نعم سعادة النائب، طبعا المؤتمر يعقد تحت شعار طبعا القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين. نعم. أهمية مشاركة اليوم الشعب البرلمانية، وهل هناك أوراق سوف تقدم من قبل البرلمان البحريني لمناقشة أبجديات هذا الشعار؟ طبعا المؤتمر الشعار نفس ما تفضلتين القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين. نحن في مملكة البحرين السلطة التشريعية ملتزمون بما نص عليه ميثاق العمل الوطني في الفصل السابع فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، بأنه من السياسات الراسخة لمملكة البحرين أن المملكة تحرص على مساندة كل القضايا الحق العربي، وهي تلتزم بدعم أشقائها العرب في قضاياهم المصيرية. ومن هنا من هذا الصدد فإن المملكة تساند وتؤكد على الحقوق الفلسطينية المشروعة، وعلى الأخص حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولتها المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وتؤكد على ضرورة عودة واحترام كافة الحقوق العربية في ظل القواعد الشرعية والدولية. نعم من الأردن سعادة السيدة فاطمة عباس عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.